هلأ رح ننتقل لمحطتنا الطبية لليوم اللي رح نسلط فيها الضوء على عن أهمية التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة أكتوبر الوردي، مراحل الشفاء، أهمية الاستشارات، الفحوصات السريرية الذاتية أيضا، ومواعيد الفحوص الدورية. كل هالأسئلة وهالتفاصيل رح يجاوبنا عنها ضيفنا اليوم الدكتور أكرم الأحمر، استشاري بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يا صباح الفل. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن سرطان الثدي، صار معروف هالمرض بسبب التوعية اللي عم تنشرها وزارة الصحة والإعلام، بكل سنة عم نحاول إنه ننشر الوعي، لكن خبرنا نسب انتشاره هل بانخفاض أو تزايد؟ هلا نحن كثير عم نشوف إصابات صراحة عند السيدات، حتى بأعمار صغيرة كتير وحتى بأعمار كبيرة، وحتى ناس خلصت منه ورد رجع له، فخبرنا عن سببه، سبب انتشاره بهالكثرة. الحقيقة سيدتي، أولا أنا ما تخيل قديش سعيد أنه بهذا اليوم يلي نحن عم نعيش فيه ذكرى عظيمة جدا جدا جدا، هي حرب تشرين التحريرية يلي حررت البشر أكثر ما هي حررت الحجر، حررت قوتنا، حررت عقيدتنا، وخلتها تنطلق للشكل انه قادرين نكسر اي عدو. والدليل العشر سنين الحرب اللي كانت على سوريا، شوفوا النتائج هلا، كسرنا اي عدو داخلي او خارجي، شاء من شاء وابى من ابى. وكمان السيدات حيكسروا المرض ان شاء الله، من هون نبلش ان شاء الله. طيب هلا سيدتي، لقلك انه بالنسبه لسرطان الثدي، هو الحقيقه عالميا من اكثر سرطانات الثدي انتشارا، تمام؟ طيب هلأ هو بيجي من حيث الوفيات، هو بالدرجة الثانية عند السيدات، هو بيجي بالدرجة الثانية من حيث سبب الوفيات بعد سرطان الرئة، فإذا هو جدا سرطان منتشر. طيب هلأ هي اللي بدينا فيها الموضوع الطبي، خبرية ما كتير حلوة، رح نحكي بقى هلأ خبريات كتير حلوة. يعني فعلا بتعطينا تفاؤل كتير حلو، تفاؤل حقيقي واقعي نوعا ما إذا التزمنا. هلأ سرطان الثدي هو مثله مثل اي عضو عند جسم الانثى بشكل خاص، لانه في عنا سرطان الثدي عند الرجال طبعا، عند الاناث ممكن يتعرض لاصابات او افات سليمه وافات خبيثه. نحن هلا عم نحكي عن سرطان الثدي، هو من اكثرهم انتشارا. انا برايي زينب، على بعد ما السؤال سالتيني اياه، انه عم نشوف انتشاره كثير. الحقيقه لا، عالميا ما هو بانتشار اكثر، الحقيقه الوعي والكشف عم بيصير اكثر. ففي كثير اصابات كانت تصير وتمرق وما تتسجل ولا نعرف فيها، هلا لا عم تتسجل وعم يتم التعامل معها. فانا برايي انه لا، الاصابات هي نفس نسبه الاصابه، ولكن عم يتم الكشف اكثر. الخبريه الاحلى بقى بكثير انه هي نسب الشفاء اللي عم تتحسن. هلا بدنا نقول شغله صغيره هيك، معلومه بسيطه، انه اذا نحن، ارجو الانتباه للارقام هلا بهي الحلقه كثير انا وياكم سيداتي، انه عفوا، اذا نحن هلا شفنا كتله طلعت خبيثه لا سمح الله، بقطر اقل من حبه الحمص، يعني بقطر لغاية 1 سنتيمتر، فهي معناته صار لها 5 سنين على الأقل لتطورت لهيك. تمام؟ إذا يعني بمعنى إنه إذا بدينا بخلية سرطانية واحدة لتصير بحجم حبة الحمص 1 سنتيمتر بدها 5 سنين، لكن المفارقة هلا منشوف لتصير 2 سنتيمتر يكفيها 2 سنة. فإذا نحن عنا 5 سنين فرصة ذهبية لنكتشف فيها أي سرطان ثدي بمرحلته المبكرة. وهذا الرقم ليش جدا مهم هلا بيبين معنا؟ لسبب بسيط جدا ومهم جدا طبعا، هو انه نسبة الشفاء تكاد تكون تامة لما بنلقط سرطان الثدي او ورم الثدي ب 1 سنتيمتر وما دون، نسبة الشفاء تكاد تكون تامة. فلذلك بنرجع للموضوع تبعنا المقدمة الاتية سالي، انه هو الشهر الكشف المبكر عن سرطان الثدي. هلا بنقول نحن شو الإجراءات التشخيصية يلي إنه ممكن تعملها الوحدة؟ طيب نحن منقول عنا كذا إجراء تشخيصي. أولاً الفحص الذاتي، يكفي إنه تقوم في أي أنثى كل شهر مرة بعد الحمام،
بس هلا بنقول امتى التوقيتات تبعيتهم انه تكون هي بعيدة عن خلصة الدورة الشهرية، وقبل باسبوع كمان من موعد الدورة الشهرية القادمة لا تفحص ثديها، لانه بصير في عنا اغلبهم بصير في عنهم تحجير بالثدي او احتقان بالثدي ما بخليها تشوف الرؤية واضحة. مع العلم بدنا نقول شغلة هامة جدا، افضل كاشف لسرطان يعني للتعامل مع سرطان الثدي كشف مبكر هي صاحبة العلاقة، لأنه هي بتعرف ثديها أكثر من طبيبة وأكثر من الجهاز. تمام؟ طيب الفحص الذاتي قلنا كل 3 شهور مرة، الفحص عند الطبيب طبيبة النسائية اللي عم يتابعها كل 6 شهور أو كل سنة مرة، وطبعاً هو بيكون مسجل بالريكورد عنده إنه كيف كان ثديها. طبعاً نحن نعرف إنه الثدي يختلف وقت الدورة، بيختلف وقت الحمل، بيختلف بعد سن اليأس، بيختلف بالأرضاع. الطبيب هو وقتها اللي بيقدر يعني يحدد ويقارن بين الفحوصات المتتابعة. بنيجي للفحص الثالث يلي هو الإيكو والمامو يلي هو هلا أساس الحملة تبعنا. الإيكو والمامو الثدي اللي هنا إجراءين جدا بسيطين غير راضين، شوية ألم إذا بدها تكون بالمامو، شوية ألم بسيط محمول. كتير أنا بعرف نسمع من مريضاتنا بالعيادات تبعنا إنه دكتور ما بدي روح أعمل المامو لأنه رفيقتي قالت لي إنه بيوجع كتير إجراء الفحص. لك لا يعني ما بيوجع، هو شوية ضغط على الثدي بس مشان نشوف الصورة صورة المامو. بعدين في عنا حالات، إذا كان في عنا حالات من suspected cases حالات مشتبه فيها منروح باتجاه الرنين المغناطيسي، بعدين ممكن نوصل للخزعة ببعض المناطق اللي بتكون مشتبه فيها. فلذلك منقول إحنا هلأ هي الإجراءات إمتى منعملها بالمراحل العمرية، باعتبار سرطان الثدي سيدتي هو يصيب غالباً الشريحة العمرية العالية، يعني 90% من إصابات الثدي بتكون فوق العمر 50-55 سنة، فقط 10% بتكون تحت العمر 30-35 سنة. فلذلك إنه رح نقول هلأ معلومة هامة كتير إنه إذا إمتى بدنا نقول لسيداتنا روحوا عملوا إيكو، البنات نعملوا إيكو مامو للثدي، رح نقول الشريحة العادية يعني ما عندها ريسك فاكتورز، ما عندهم عوامل خطورة يلي ممكن نحكيها هلأ، إنه ما عندهم عوامل خطورة منقول نحنا فوق 30 خلي يكون في مرة واحدة صورة مرجعية. شو يعني كلمة صورة مرجعية؟ إنه هي الصورة بتعملها أي بنت أي ست فوق 30 وبيضل بقى بتنحط نتيجتها بالفايل عند الطبيب مشان المتابعات القادمة. هلأ نجي لسرنا للأربعين سنة، فوق الأربعين سنة منقول لغاية الخمسين 55 سنة كل سنتين مرة صورة إيكو مامو للثدي. غير بقية اللي ذكرناها قبل شوي الفحص الذاتي والفحص تبع الطبيب يلي إنه كل 6 شهور أو كل سنة مرة. طيب كل سنتين مرة، فوق الخمسين بيصير كل سنة مرة الإيكو والمامو. هلأ بتتدخل بعض السياسات الصحية يلي إلها علاقة بسياسات تأمينية هون وبغير بلاد، في منهم بينزلوا هذا الرقم العمري أو في منهم بيرفعوه، بس الفارق جدا بسيط بهالحالة. طيب إذا نحن عنا هي الخطوات اللي بدنا نقوم فيها. طيب هلأ منقول إمتى فئات التعرض الأعلى، بمعنى نعرف نحن أحد العوامل هي العوامل الوراثية يلي موجودة إنه بتكتر نسبة الإصابة، يعني قريبة درجة أولى أم أو أخت أو حتى أخ أو أب، لأنه نعرف إنه في سرطان الثدي عند الرجال إنه قريب درجة أولى بتزيد عندها نسبة الإصابة، احتمال نسبة الإصابة حوالي 35%، قريبة درجة تانية بنت أخت أو خالة بتزيد عندها نسبة الإصابة بحدود 25%. طيب هدول ما من بضلوا بضمن التصنيف اللي حكيناه قبل شوي يلي انه بين الأربعين للخمسين بنعمله كل سنتين مرة مثل ما حكينا، لا منسبق موعد الإجراء يلي هو الإيكو والمامو للثديين بسبب بسيط انه بيكتر ضمن بعض العائلات. هلأ السبب هو له علاقة بالمورثات طبعا. طيب هلأ نجي منشوف، خلينا نفترض هلأ انه سمعنا بقصة سيدة انه عندها بريست كانسر، هلأ سرطان ثدي، انه هي بلش عندها بعمر 45. هلا اخواتها وبناتها لازم نبدا بالاجراءات الكشف المبكر بعمر 35، يعني قبل 10 سنوات من الموعد بعمر الاصابه اللي هي اصيبت فيها السيده هي. بنلاحظ هون الفويريقات جدا مهمه يلي بتضبط امتى نقوم بهي الاجراءات الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وبخاصة سيدتي إنه نحن اللي بننتبه منعلم سيداتنا وبناتنا إنه عن مجموعة علامات وأعراض يلي هن ينتبهوا لها، وبرجع بقول الكاشف الأكبر المبكر
آفات الثدي، ما رح أقول بس سرطان الثدي، هي البنت أو السيدة صاحبة العلاقة. طيب، فلذلك نحن منقول أنه أنت عملي هاي الإجراءات وطلبي من طبيبك ينبهك ويعمل هو الإجراء. هلأ شو مننبهون نحن عن مجموعة أعراض وعلامات؟ يعني مثلا منقول تغير شكل الثدي وهي واقفة عم تفحص حالها على المراية، أو هي مسطحة على الواقف، ومنعرف أنه إيد اليمين بتفحص الثدي الأيسر وإيد اليسار بتفحص الثدي الأيمن. أنه في طريقتين، يا بتعمله أربع أرباع أو بتأخذه دوائر، بتحط الحلمة هي المركز ودوائر دوائر يعني متسعة حوالين الحلمة لغاية ما توصل للعقد تحت القبط. هي جدا هامة لما بترفع إيدها لفوق وبتفوت بالعقد تحت القبط. متى ما شعرت بأي شيء غير طبيعي بتراجع طبيبة. طيب، شافت منظر أحد حلمتين الثدي أو الحلمتين أنه فيهم شيء منو طبيعي، غؤور بالحلمة، احمرار الجلد فوقها، فوراً تراجع طبيبة. شافت في نز من موجود من الحلمة، فوراً تراجع طبيبة. بهيك يعني هي علامات وأعراض بسيطة. وبرجع بقول بركز على المعلومة الهامة، صدقوني أنه لما نكتشف أي إصابة تحت السنتيمتر نسبة شفائك راح تكون 80%. نعم دكتور، حابين هيك يعني للأسف خلص وقتنا لطول الحديث، حابين حضرتك يعني توسعت يعني بوقت بسيط، عطيت يعني مثل ما بيقولوا كل شيء، ولكن حابين نحن منك نصيحة بهذا الشهر، شهر أكتوبر الوردي، لكل السيدات. يعني ما شاء الله عنك دكتور، حكيت كل شيء، ولكن حابين هيك يكون في سبيشال نصيحة سبيشل لكل يلي عم بيشوفنا. أنا بقول لهم أنتوا لبنات وسيدات سوريا، أنتوا وردات، تعالوا نستفيد من هذا الشهر الوردي ونعمل هي الإجراءات البسيطة. لا تخافوا منها ولا تتورعوا، لا تتورعوا بمعنى أنه تتواصلوا مع طبيبكم عن أي شيء، أي علامة غير يعني غير منطقية بتشوفها بالثدي، تسأل وتراجع فوراً، تتوجه لأقرب مركز وتعمل هذا الفحص، تدرس هي العوامل وتناقش طبيبة فيها، وتذكره لطبيبة. أوقات الطبيب بينسى لما بيشوف كتلة بالثدي، بينسى يسألها مثلاً إذا أمك مصابة ولا خالتك ولا بنت خالتك، مثل العوامل اللي ذكرناها بالحلقة، هي تذكره فيها للطبيب. بيسجلها عنده، بيحطها، هل هي ضمن خانة الهاي ريسك العالي الخطورة ولا لا، يلي هي الروتين العادي، وقتها بيعرف كيف يوجهها وينصحها، كل سنتين، كل سنة مرة، هل في داعي بس إيكو ولا مامو، هل في داعي لأمر آي رنين مغناطيسي ولا لا، هل هالكتلة هاي في داعي نعمل لها خزعة ولا بنكتفي بالمراقبة. مع العلم بس شغلة بسيطة صغيرة، إنه نحن في عنا كتير شيء اسمه سلبية كاذبة وشيء اسمه إيجابية كاذبة، بمعنى منشوف شيء سريري نشتبه فيه إنه كانسر، بنعمل الفحوصات تبعنا بيطلع لا سليم، وكمان أوقات العكس منشوف آفة سريريا سليمة، منكمل استقصاءاتنا بتطلع فيها خبافة. دكتور يعني بتمنى لك اول شيء نهار كثير حلو مليء بالصحة، وبنشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وبنقول لكل السيدات انه يعني هي تجربة ان كانوا عم يمروا فيها، الحالة النفسية والإرادة انه ننتصر على المرض اهم شيء، وبنتمنى الصحة للجميع. شكرا لك ان شاء الله. يا هلا، شكرا لك دكتور اكرم الاحمر، نورت صباحنا لليوم. ان شاء الله يكون لنا ايضا، اكيد رح يكون لنا وقفات ثانيه بمواضيع اخرى. نورت بوجودكم سيدتي، شكرا.